سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بالصحه والسلامه يا ربي. عرفت راسي غبرت عليكم، ولكن راكم عارفين الصيف كيبغي شويه الغبره وكيبغي شويه التبحر. جيت نشارك معكم واحد العراضه دوزتها هاد الويكاند، وجيت نبارطاجي معكم اي حاجه كنديرها كنبارطاجي معكم. واللي اول مره تيدخل القناه ديالي ما ينساش يفعل الجرس ولايك ويبارطاجي مع الاصدقاء ديالو. هذا ماشي امر، هذا فضلا وليس امرا. الانسان غير بوحدو. وشكرا لكم. هذا اللحم درته في الكوكوط كيطيب. بعد ما جبت البرقوق غنديرو يتسلق، واللوز حتى هو غنديرو يتسلق. سلقت الكاوكاو باش غنديرو في دريساج ديال السفة، وانتوما معايا. انا البنات بعد ما قطعت الدجاج ونقيتو مزيان وخليتو حتى كيتسقطر، عاد درت في الكوكوط ديالي باش غادي يشرب الدغميره ديالو. درت 4 الحبات البصله شلطتهم، 4 الفصوص الثومه، 2 دويمات ديال الزعفران، مليحه، بزار، خرقوم، سكينجبير، نص معلقه صغيره ديال السمن. وغادا نقبط الربيع ديالو ونرميهم ونخلي الدجاج ديالي يطيب، باش غادا ندير نطيبو باش غادا نديرو في السفة ديالي المردومة. أنا درت اللوز ديالي بعد ما سلقتو ونقيتو، درتو كيتقلى، نذوق بيه اللحم. وهاي السفة رديتها عاود تتفور، والكوكوط ديال الدجاج ها هي الدجاج كيتقلى. واللحم طفات عليه، كنعاود كنقلبو نشوفو واش مازال خصو طيب ونرجع نطيبو. ها هو اللحم بعد ما درتو طاب، غادا نقلبو. طيب اللحم مزيان، غادا نخليه على جنب وغنطيب البرقوق ديالي ومن بعد نرجع معكم. هانتوما البنات، هاي السفة دابا التفويره الثالثة هادي. وكيف ما شفتو هذا البرقوق درتو يطيب كيف العادة، شوية ديال قطرة ديال الزيت، مليحة، شوية الخرقوم، الماء، وخليتو كيطيب، وشوية القرفة. ها البنات، ها هو الدجاج ديالنا طاب، و غنديرو شويه ديال السكر ديال السنيده وشويه ديال القرفه ونخليه يتعسل مزيان، وعاد غادا نديرو في السفه ديالنا. وهاي السفه رديتها عاود تتفور، والكوكوط ديال الدجاج ها هي الدجاج كيتقلى. واللحم طفات عليه، كنعاود كنقلبو نشوفو واش مازال خصو طيب ونرجع نطيبو. ها هو اللحم بعد ما درتو طاب، غادا نقلبو. طيب اللحم مزيان، غادا نخليه على جنب وغنطيب البرقوق ديالي ومن بعد نرجع معكم. هانتوما البنات، هاي السفة دابا التفويرة الثالثة هادي. وكيف ما شفتو هذا البرقوق درتو يطيب كيف العادة، شوية ديال قطرة ديال الزيت، مليحة، شوية الخرقوم، الماء، وخليتو كيطيب، وشوية القرفة. هانتوما البنات، ها هو اللحم بعد ما تحمر مزيان كيف كتشوفوه. وهذا الدجاج اللي ضفت عليه الزبيب وعسلته مزيان. درت شويه سلطه ديال البلبة معها ديال المطيشه، وها السفه ديالي حتى هي واجده. انا بديت كنحط اللحم في الطبسيل، غنزوقو بالبرقوق وشويه ديال اللوز. هادشي مشاهدكم فيه جمع السال، نيت حتى البرقوق جمع السال حتى هو.
درت السفل تحت وحطيت فوق منها الدجاج معسل، وغادي ندير طاج ثاني ديال السفه. ما هرمشتو كيفاش تسبتو الطريساج، قرقع لوزه قرقع لوزه قرقع لوزه، بحكم انني ما جبتش لاباري ديالتي باش غنصور، دونك مساعده معايا ماما. البنات ختمناها بالدلاع مع هاد الصهد.